أخبار الحملة الانتخابية لاستحقاقات 12 ديسمبر في معرض الصحافة لنهار اليوم. نستهل جولتنا بجريدة الشعب التي عنونت أجلية الجزائرية بالخارج تشرع في الاقتراع، مضيفة أن هذه العملية سبقت بخمسة أيام الاستحقاق الرئاسي الحاسم، مؤكدة أن اليوم هو الأخير لتختتم الحملة الانتخابية والمترشحون يكشفون آخر الأوراق. جريدة المسار تختار عنوانها الجالية الجزائرية بالخارج تشرع في التصويت، هذا وذكرت أن عدد المسجلين حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فاق 900,000 ناخب مسجل. جريدة النهار الجديد اختارت كلمة الذراع المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعنونت لدينا أخبار حول محاولة التزوير ومن يريد ذلك سيحاكم مثل العصابة. من جهة أخرى عنونت جريدة الشروق بعد المناظرة الكلمة للصندوق، مركزة على تصريح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي أكد أن مساعي التزوير ستفشل وأنهم سيصونون أمانة الشعب. جريدة أوغيزون الناطقة باللغة الفرنسية اختارت عنوانها حول المناظرة التلفزيونية، مؤكدة أنه تم الترحيب بها من قبل العديد من المواطنين الذين فضلوا المواجهة التلفزيونية بين المرشحين الخمسة المختارين للانتخابات الرئاسية.